اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين التائبين المستغفرين الصائمين القائمين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله الكريم التواب اللطيف الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسر من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به في الجنان الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الشاكرين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في جميع شهورنا ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن كل الشرور إلى كل الخيور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن
تطردنا عن جنابك ولا تردنا عن بابك ولا تردنا عن بابك فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلها لنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو
تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل بالحسنات ميزاننا، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وارحم في اليوم العرض عليك ذل وقوفنا، واجعلنا ممن بيضت وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا علي يا أعلى، نسألك أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا وإخواننا المسلمين في الفردوس الأعلى. اللهم وكما جمعتنا في هذا الحرم المبارك، فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. إلى من نلتجئ وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر؟ يا من هو للقلوب المنكسرة جابر، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وجميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فمحي عنه كل ذنب ووزر، ورفع له عظيم المثوبة والأجر برحمتك يا باسط اليدين بالعطايا، يا منان، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا من عم بفضله كل حي، يا دائم الإحسان، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهرت الحسن وسترت القبيح. نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتستر عيوبنا وتبيض وجوهنا وترفع في الجنان منازلنا نحن ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إلهنا 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 وبارئنا وخالقنا ورازقنا
عز جارك عز جارك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد ومنك الفرج وأنت المستعان وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الدين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وغنيمة للمسلمين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وكما جمعتنا في هذا الحرم المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى أعزة غافرين منتصرين 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 يا ولي المؤمنين ويا ناصر أوليائك الموحدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اهد قلوبهم اللهم وأبعد الطائفيات والعنصريات والعصبيات عنهم واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم أدم الأمن والاستقرار والاطمئنان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أطفئ عن أمة محمد الفتن اللهم أطفئ الفتن اللهم أطفئ الفتن اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن أموالهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك إلهنا سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الكبير والصغير والطفل والمرأة والنساء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اكفِ المسلمين شرورهم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم خذ بيده في المضائق
واكشف له وجوه الحقائق. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا حميدا وفعلا رشيدا يا حي يا قيوم. اللهم متعه بالصحة والعافية وبارك له في جهده وعمره وعمله ووقته وصحته يا حي يا قيوم. اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اغفر لمن مضى من عقبه يا رب العالمين، ومتع الأحياء منهم بالعمل الصالح وخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي العهد لما تحب وترضى، اللهم أسبغ عليه الصحة والعافية، اللهم رده إلينا سالما معافى، اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واجزه خيرا على جهوده الأمنية يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين والزائرين وضيوف الرحمن يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا في الصومال، اللهم ارفع عنهم المجاعة، اللهم ارفع عنهم المجاعة، اللهم أطعم جائعهم وأروي ظامئهم واكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين للقيام بواجبهم تجاههم يا ذا الجلال والإكرام، واجز من بذل وأنفق خير الجزاء يا أرحم الراحمين، واخلف عليهم بالخير وأنت خير الرازقين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم وسددهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وارزقهم الوسطية والاعتدال، وجنبهم مسالك العنف والإرهاب والتكفير والتفجير والمسكرات والمخدرات والتغريب والعلمنة وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء وفتيات المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحشمة، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام، اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط المحرم ودعوات التغريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم في أرضك قيم الحق والعدل والأمن والتسامح والسلام والوئام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين من رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم واحفظهم من أذية الكائدين وحقد الحاقدين والحاسدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمستهزئين بالشريعة، اللهم عليك بالمستهزئين بالصالحين، اللهم اهدهم وأصلحهم وسددهم، وإلا فاكف المسلمين شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا وقضاتنا وأهل الخير فينا إلى ما تحب وترضى، واجمعنا جميعا في دار
بقدر كرامتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وسلامة وصحة وحياة سعيدة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان واجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن عليه وأمن عليه وأمن عليه يا رب العالمين. إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك. فاللهم لا تفرق جمعنا هذا وفينا مذنب إلا وغفرت ذنبه إلا وغفرت ذنبه وما من سائل إلا أجبته وما من داع إلا أعطيته سؤله وما من مهموم ومغموم إلا فرجت عنه يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة الأشرار وسائر الكائدين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ورد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا وأعذنا من الرياء والسمعة وأعذنا أن نؤذي أحدا من المسلمين أو نجر عليهم أذى يا رب العالمين أو نقول زورا أو نغشى فجورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في دعائنا هذا لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا. اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا. وأعد علينا هذا المكان المبارك في كل عام وارزقنا حسن الختام في كل عام وارزقنا حسن الختام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان
رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فاجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم ما لم تبلغه مسألتنا وما نقص عليه علمنا وعملنا وما قصر وضعف عنه رأينا من خير أنزلته على أحد من خلقك أو شر صرفته عن أحد من خلقك، فاجعل لنا من الخير أوفر الحظ والنصيب، واصرف عنا من الشر كله ما لا نحذر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وعلى جميع الأصحاب والآل يا رب العالمين. اللهم امعنا معهم، اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخليل المرتضى نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.